بعد 30 عام من الانقطاع، تعود السلة الحضرمية لتجتمع في بطولة واحدة لأندية حضرموت بمشاركة 17 ناديا، منها 6 أندية في الساحل و11 ناديا من الوادي والصحراء، حيث شهدت مباراة البطولة تنافسا كبيرا بين الأندية، والتي اختتمت هذا الأسبوع بمدينة سيئون في أجواء رياضية شبابية تنافسية. هذه الفكرة فكرة رائعة جدا، كونها ضمت كل شباب الألعاب الرياضية سواء كان في السلة في الطائرة على مستوى حضرموت، وهذه أيضا تعتبر بدرة ونقطة ممكن نحن نبني عليها بإذن الله تعالى بطولة كأس حضرموت التي تتماشى مع بطولة كأس حضرموت لكرة القدم. قسمت فرق البطولة إلى تجمعين في الساحل وتجمع في الوادي تتنافس فيما بينها ليتأهل أول وثاني التجمعين إلى المربع النهائي، واستطاع شعب حضرموت أن يحرز المركز الأول عن ساحل حضرموت والتضامن ثانيا، فيما تأهل سيئون أولا عن الوادي والبرق بتريم ثانيا. البطولة طبعا هدفها هو لم شمل حضرمي الشباب أبناء حضرموت لعبة كرة السلة يلتقون للمرة الأولى بعد غياب 30 سنة من التواصل في مثل هذه البطولات. اليوم العرس الكروي الحضرمي السلاوي يتميز بتنظيم رائع وإقبال من الجماهير والمسؤولين وكافة شرائح المجتمع الحضرمي، ونتمنى إن شاء الله تكون نهائي رائع يليق بمستوى حضرموت وأندية حضرموت. بطولة كانت جيدة وبطولة كانت تنافسية بين الأندية، شعب حضرموت، التضامن، سيئون، البرق، يعني كان تجمع، ولا ننسى الأندية التي شاركت من الساحل ومن الوادي. وسط فعاليات فنية وعروض كرنفالية توج شعب حضرموت بلقب البطولة بعد أن تغلب في نهائي البطولة على جاره التضامن ب 83 نقطة مقابل 32 في نهائي البطولة بصالة الشهيد بمعبد بسيئون، وسط أجواء حماسية وحضور جماهيري كبير.